وللمزيد حول زيارة القائم بأعمال وزير الخارجية الإيرانية علي باقري إلى العراق وأهدافها، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. شكرا لك. في أولى جولاته خارج بلاده بعد تولي مهام وظيفته، يزور القائم بأعمال وزير الخارجية الإيرانية وكالة علي باقري بغداد. ما دلالات توقيت هذه الزيارة؟ شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الأعزاء. الحقيقة هو كان يفترض الزيارة تكون من قبل الرئيس الرئيسي إبراهيم رئيسي قبل مقتله هو وزير خارجيته بسقوط المروحية في 19 آيار. الزيارة كان مبرمجة أن تكون 28 آيار الماضي، ويتم التوقيع على اتفاقات. وأيضا مثل ما يتضح في الصورة أنه تمشية أمور إيران ليس فقط في العراق وإنما في المنطقة عموما، يعني وفرض أشبه بوصاية من قبل ولاية الفقيه على دولنا العربية. اللي حدث هو أنه زيارة وزير الخارجية بالإنابة علي باقري أعتقد لم تخرج عن السياق الذي اتفق عليه في برنامج زيارة رئيسي التي مثل ما يقال أنه ألغيت بسبب مقتله. هذه المسألة الحقيقة أيضا تتعلق بالتعقيدات الآن التي تمر بها المنطقة عموما والعراق بشكل خاص، وخصوصا هناك منافسة بين أمريكا وإيران على تثبيت أقدامهم على الأراضي العراقية بشكل واضح جدا الآن، بوصاية كاملة غير قابلة للتنافس إذا كان من طرف أمريكا وإذا كان من طرف إيران على حد سواء. نعم. باقري ومع اللحظات الأولى لزيارته إلى بغداد مباشرة توجه لزيارة تمثال قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني. ما هي الرسائل التي كان يريد أن يوجهها أو يوصلها باقري بهذه الزيارة؟ هو أنه هناك ترابط بين مصير قيادة العراق الحالية ومن قتل على يد القوات الأمريكية في عهد ترامب، بأن المصير هو واحد. الحقيقة ولو تكون زيارة يعني مقبرة قاسم سليماني وأبو وهيب المهندس في الطريق، يعني في طريق المطار، فهي اختصرت المسافة. لا، لكن الأمور من الناحية المعنوية ومن الناحية التعبيرية أنه يشير إلى أن إيران ما زالت تمد يد وأذرعها بشكل قوي داخل العراق، وهي تتابع أيضا، القيادة الإيرانية تتابع حتى ما يسمون شهداء الثورة الإيرانية إذا كان داخل العراق وإذا كان في إيران. هذه الحقيقة مسألة معنوية في غاية البلاغة. نعم. بالنسبة للعراق مؤثرة تأثير كبير جدا يعني. نعم. هناك مذكرة تفاهم كان من المفترض أن توقع، هي مذكرة أمنية واقتصادية وأنتم عرجتم عليها، كان من المفترض أن توقع وأجلت بسبب مصرع رئيس إيران إبراهيم رئيسي. هل يتمكن باقري من تمرير هذه الاتفاقيات أم أن الأوضاع في إيران لم تستقر حتى هذه اللحظة؟ هو ممكن الإشارة إلى الاتفاقات، إلى مجالات التعاون. هو أشار في المؤتمر الصحفي مع فؤاد حسين حول المجالات التي بالإمكان التعاون منها، المجالات العسكرية، الأمنية، الاقتصادية، المالية، قضايا الطاقة، الحدود غيرها طبعا. وأيضا هو بالسر سوف يبحث مع زعماء الميليشيات ومع مستشار الأمن القومي أو الوطني ومع يعني الحشد الشعبي، قضايا كثيرة لها علاقة الآن بالأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة، يعني باعتبار العراق معبر إلى الشام، إلى سوريا، إلى لبنان. الآن الوضع في غزة أيضا ملتهب جدا، فهم يريدون فتح هذا الطريق أو تقوية هذا الطريق بالضد من الأعمال اللي تقوم بها أمريكا، خصوصا
وجود أبيركي في العراق وفي سوريا، وطبعا الآن مشاركة أبيركي المجرمة في عملية الإبادة الجماعية اللي تعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والضفة الغربية. نعم نعم. الزيارة تحمل ملف تأمين الحدود المشتركة في وقت تقدم طهران صواريخ إلى ميليشيات حزب عمال الكردستاني البيكاكا المصنف إرهابيا، وهذه الصواريخ تهدد أمن تركيا وحدودنا الشمالية وفقا إلى صحف روسيا. يعني ما هدف طهران من هذه الخطوة التي تأتي بالتوازي مع اتفاقيات بين بغداد وأنقرة؟ الحقيقة هو التنافس واضح الآن، يعني هم يشعرون الإيرانيين بأنه ليس العراق هو الدولة القوية الثانية أو الثالثة في المنطقة، وإنما هناك منافسة مع تركيا. تركيا باعتبار أيضا قوة تعتبر عظمى في الشرق الأوسط، فهي هذه المنافسة يعني تفعل فعلها في هذه الفترة، خصوصا لأن مثل ما نعرف يعني البيكاكا هو يعتبر يعني خارج القانون والتشريعات حتى العراقية، لأنه رئاسة الوزراء ووزير الخارجية يعني اتفقوا مع السيد أردوغان بزيارته إلى بغداد باعتبار البيكاكا خارج عن القانون، يعني يعتبر أيضا بشكل أو بآخر هو منظمة إرهابية. لكن إيران تقوم بعمل آخر الحقيقة، يعني تفعل. يعني هل نفهم من هذا الكلام دكتور حامد أن حدود العراق أو تأمين الحدود المشتركة مع إيران بالنسبة إلى إيران فقط، وأن حدود العراق الشرقية والشمالية غير مهمة بالنسبة إلى طهران؟ تمام تمام. هو خصوصا وأنه زيارة هذه صحيح الأولى في للعراق، لكن هو قام علي باقري بزيارة سابقة إلى كل من دمشق وبيروت، والتقى بحزب الله قيادة حزب الله، والتقى بالسيد رئيس الجمهورية السورية العربية السورية بشار الأسد. هو أيضا كان الاتفاق حول نفوذ الدول إذا كان الإقليمية وإذا كان الدول العظمى في المنطقة، يعني هذا موضوع الحقيقة لا يقتصر فقط على العراق، وإنما يمتد إلى أنه نفوذ إيران هو الذي أخذ اهتمام كبير جدا في التوسع على حساب الدول الأخرى، وطبعا بدعم مع يعني لميليشيات خارجة عن القانون، إذا كان البيكاكا في العراق في سنجار، وإذا كان حتى على الحدود العراقية التركية، أو حتى في تواجده في أي مكان. لذلك الحقيقة هذه العملية معقدة، لكنه جزء من عده هو سري وليس معلن لغاية الآن من قبل إيران ولا من قبل حتى القيادة العراقية. نعم. بالتأكيد نعم. استمعتم إلى ما قاله باقري بأن إيران والعراق هم ركيزتان أساسيتان في المنطقة. البعض يقول أن نظام طهران يصر على ربط العراق مع إيران وتحويله إلى قاعدة للتدخل ومقدمة في الشرق الأوسط، إلى أي مدى تتفقون مع رأي البعض؟ الحقيقة هذا كلام غير صحيح، يعني إيران لا تسعى ولا أمريكا تسعى، هي المشكلة أنه أمريكا بغزوها قبل 21 عام دمرت العراق، دمرت الدولة العراقية بكل مؤسساتها وحولت العراق إلى تابع، يعني هي قدمت، أمريكا هي اللي تتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة بتقديم العراق بكل طاقاته بكل تاريخه بكل إمكانيته بكل مستقبله على طبق من ذهب لولاية الفقيه. فلذلك الشعب العراقي للأسف الشديد الآن يعيش مرارة الحقبة هذه التي نعيشها الآن 21 عام، ويعيش بين نارين، نار الاحتلال الأمريكي الغاشم والقواعد العسكرية الأمريكية وحلف الناتو والتحالف الدولي، والكيان الصهيوني أيضا له نفوذ كبير الآن في كل مناطق العراق عديدة مخابرات، وأيضا نفوذ ولاية الفقيه على العراق. هاي المنافسة الحقيقة، الشعب العراقي لا يتحمل مسؤوليته على الإطلاق، ولا إمكان بالإمكان الآن مجابهتها على حد سواء. لذلك الشعب العراقي يمر الآن، والعراق برمته يمر بحقبة تاريخية صعبة جدا أن نتجاوزها لطرد كل الاحتلالات بما فيها احتلال أو النفوذ الإيراني واحتلال ولاية الفقيه للعراق. نعم. عبر سكايب الباحث والأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، كنت معنا، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في بانوراما الرافدين.